الضغوط الكبيرة التي يمارسها النظام التركي على الحكومة العراقية من خلال ابتزازها بملفات عدة على رأسها المياه واستئناف صادرات النفط وعرقلة التوافق الداخلي، ربما أدت وإن لم يكن لحد كبير لإخضاع بغداد لمقايضات تحقيق بعض المآرب لأنقرة التي أعلنت نيتها التوغل لمسافة أكبر داخل أراضي إقليم كردستان. فما التفاصيل وإلى أي مدى خضعت بغداد لابتزاز النظام التركي وما الخيارات المطروحة على الأرض؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. Bizim askerlikte dört tane ana konumuz var. بهذا السياق ينضم إلينا من استوديو بغداد مراسلنا معتز أيوب. معتز، مرحبا بك في حديث الساعة. ما الذي جرى خلال الاجتماع الأمني؟ إلى أين توصل المؤتمرون أو المجتمعون معتز في وضع بعض الأطماع التركية على الطاولة؟ وإلى أي مدى تحققت مطالب أنقرة معتز؟ تحية طيبة لك خضر ولكم مشاهدينا الكرام. بكل تأكيد بعد الاجتماع الذي حصل بين الوفد التركي الذي جاء إلى بغداد من أجل الضغط والابتزاز ويعني تنفيذ أجنداته الاستعمارية، بالتالي كان هنالك لقاء ببعض الشخصيات السياسية وكذلك مع الوفد يعني العراقي الذي كان برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك بعض الشخصيات القيادية. أبرز ما كان بهذا الموضوع هو أنه هنالك تحركات للنظام التركي عسكرية بحجة مقاتلة حزب العمال الكردستاني. كان هنالك رد واضح وصريح من قبل الوفد العراقي أو المفاوض العراقي بأن لا يجوز لكم بالتدخل بالشؤون العراقية جملة وتفصيلا على اعتبار نحن نطالب بإخراج التحالف الدولي وأنتم من هنا تكسرون القواعد وتخرقون السيادة العراقية. قضية حزب العمال الكردستاني هي شأن داخلي بإمكاننا أن نضعه على الطاولة وحلحلتها وديا، لكن تدخل تركيا داخل أراضي العراقية هو تدخل سافر. كان المفوض العراقي جيد في هذه النقطة، لكن النظام التركي على عادته يحاول يماطل وأيضا يحاول بأوراقه الضغط على العراق ويحاول بألاعيبه وأساليبه الخبيثة الضغط من خلال طريق التنمية الذي يمر عبر تركيا وكذلك من خلال ميناء جيهان وأيضا ملف المياه وسياسة التعطيش الممنهجة التي يتخذها النظام التركي ضد العراقيين. وبالتالي النظام التركي واصل ألاعيبه بسبب يعني بسبب الضغط على الوفد العراقي. هذا من جانب. من جانب آخر، الوفد العراقي كان على قدر المسؤولية من حيث إعطاء يعني عدم إعطاء أي شيء للنظام التركي وكذلك عدم يعني عدم السماح لهم بشن عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية. وأصلا الوفد العراقي طالبوا بسحب القواعد العسكرية من الشمال العراقي وكذلك من إقليم كردستان. هذا من جانب. من جانب آخر، هنالك أجندات سياسية يعني تعتمد عليها تركيا داخل الأراضي العراقية.
حتى في كركوك وفي يعني في بغداد كان هنالك لهم لقاءات مع وفود سياسيه، وحتى تدخلوا في قضيه تسميه رئيس مجلس النواب العراقي، وهذا شيء مرفوض جمله وتفصيلا على اعتبار يتدخلون في السياسه العراقيه كيف ما يشاؤوا. وبالتالي هنالك تصريحات لبعض السياسيين المستقلين وكذلك بعض الكتل السياسيه على ان النظام التركي بات يهدد العراق جمله وتفصيلا، اكثر من خطر ايران، اكثر من خطر امريكا، اكثر من خطر حتى داعش الارهابي. النظام التركي بات يهدد يعني النظام العراقي على اعتبار هنالك تدخل عسكري طيب سافر بالاراضي العراقيه، هنالك استخدام لكن معتز بيان الخارجيه نعم بيان الخارجيه العراقيه ربما يراه البعض بانه بيانا خجول، بانه بيانا يعني اعتبر حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا لتركيا والعراق، وبالتالي هذا اعتبر محاباة للوفد التركي معتز. وغض الطرف يعني بشكل أو بآخر هذا البيان عن التواجد العسكري غير الشرعي لجيش النظام التركي على الأراضي البلاد، وأيضا منع النظام التركي قوات حرس الحدود العراقية من الاقتراب من مناطق السيطرة التي يسيطر عليها طبعا داخل الأراضي العراقية وداخل أراضي إقليم كردستان. ما الذي يعنيه ذلك؟ ما الأصداء التي يعني تركها بيان الخارجية العراقية بهذا السياق معتز، الذي رآه البعض بأنه ضعيف وخجول؟ نعم خضر، كل ما ذكرته هو بحسب مصادر مقربة كانت هنالك ويعني طلعت على بعض الأحاديث. أما فيما يخص بيان وزارة الخارجية كان هنالك لغط واضح وعلامات استفهام كثيرة على بيان وزارة الخارجية، على اعتبار هو مد يعني كعادة العراقيين كما يقولون سفرة للنظام التركي، وبالتالي يريدون أن يأكلون كيفما يشاءوا من خيرات العراق حتى عسكريا سياسيا مائيا اقتصاديا، وبالتالي هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. ورأينا لغط كبير من بعض القوى السياسية ورفضوا رفضا قاطعا هذه البيانات الخجولة والبروتوكولات المعتادة من قبل وزارة الخارجية العراقية. هذا الجانب. الجانب الآخر شعبيا هنالك رفض واضح وصريح لتدخل النظام التركي السافر للعراق، وبالتالي حتى زيارة رئيس النظام التركي أردوغان بعد رمضان هي كانت مرفوضة شعبيا من قبل الشعب العراقي، على اعتبار لا يريدون من قتل الأبرياء في مصيف كاريماسي، ولا يريدون من هجر العوائل، ولا يريدون من قتل الأبرياء في سنجار، وبالتالي ولا يريدون من يدعم عناصر داعش الإرهابي في كركوك والأنبار وغديالة. بالتالي هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وهنالك أحزاب سياسية. طيب المفاوض العراقي معتز، يعني ربما حضرتك وصفت المفاوض العراقي بأنه مفاوض كان قوي، كان حاسم. هذا المفاوض وضع الكثير من الأوراق على الطاولة في لقاءاته مع يعني الجانب التركي معتز. ما موقفه من هذا البيان الخجول للخارجية العراقية؟ بكل تأكيد المفاوض كان هنالك مجموعة مفاوضين عراقيين صحيح، يعني حتى على رأسهم يعني هو متواجد بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي سيد فالح الفياض، وكذلك بعض القيادات الأمنية. الأمر الذي رفضه المفاوض العراقي وكان على قدر المسؤولية هو أمر التدخل عسكريا، أما باقي الملفات بقيت بيد كل يعني كل حسب اختصاصه كملف المياه، وبالتالي أو ملف النفط أو ميناء جيهان وطريق التنمية. وبالتالي النظام التركي كعادته يحاول أن يستخدم أساليبه ولاعيبه يعني أخذ ما يريد، وبالتالي البعض كان على قدر المسؤوليه، البعض الاخر يعني ليس بقدر المسؤوليه، وبالتالي كان هنالك اختلاف واضح. اما عسكريا وتدخل العسكري كان هنالك رفض حتى من الحكومه العراقيه، وابلغت مرارا وتكرارا بانه لا يوجد هنالك عمليه عسكريه لتركيا داخل الاراضي العراقيه. البروتوكولات المعتاده، الامر المقيت الذي دمرنا بعد 2003 كسياسه المحاصصه، البروتوكولات يعني المفروض ان تكون هنالك يعني حتى عدم استقبال لوفد النظام التركي على اعتبارهم قصفوا وقتلوا وهجروا، لكن هذه البروتوكولات المعتاده والسياسه الخارجيه
دائما السياسه لا فيها لا عدو ولا صديق، وبالتالي هذا الامر هي ما تلعبه السياسه العراقيه. هنالك مصالح مشتركه، اذا ما تحدثنا واقعيا مصالح مشتركه بين تركيا والعراق، لكن يجب ادارتها دوليا وعدم وسياسيا ووفق مبادئ حسن الجوار، وعدم الاستخدام انتهاكات السياده العراقيه وكذلك التعطيش وما الى ذلك. بالتالي يجب ان يكون المفاوض العراقي بهذا الشكل، نحن لدينا شراكة استراتيجيه، لا لدينا حرب صراعات وما الى ذلك. الكل يعلم ان تركيا تحاول العوده الى العهد العثماني والاحتلال العثماني واضح والصراعات التي تمر بها داخليا، لكن المفاوض العراقي عسكريا على قدر المسؤوليه، باقي الملفات يجب ان يعاد النظر في حتى في الخطاب او البيان الذي خرج من وزاره الخارجيه. مراسلنا معتز أيوب، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من استوديو بغداد، شكرا جزيلا لك معتز. من بغداد ينضم إلينا الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. دكتور عباس مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني اليوم الجانب التركي، النظام التركي، وعلى الرغم من كل انتهاكاته، استباحته للأراضي التركية، تعطيش العراق، و يعني الكثير من الجرائم التي ارتكبت بحق العراق والعراقيين وبحق اقليم كردستان والكرد في اقليم كردستان، الا انه اتى الى بغداد، اخذ ما يريد، لم يعطي العراق ما تريد، وعاد ادراجه. دكتور عباس، بهذا الوصف يتم يعني نعت الاجتماع الامني الذي عقد في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا بك. موضوع التركي موضوع عقيم حقيقه، يعني خاصة التدخل اللي موجود الآن بالعراق ليس له أي أسس قانونية ولا دستورية ولا دولية، وإنما أشبه بالبلطجة، لأنه اليوم عندما تكون دولة تستولي على جزء من أراضي دولة أخرى بحجة الدفاع عن أمنها القومي وعدم الالتزام بالاتفاقيات، هذا مشكلة. لذلك أنا أعتقد أنه كان يفترض من المفاوض العراقي أن يكون أكثر قوة وأن يأخذ ما يريد، خاصة أنا سبق وأن ذكرتها من قناتكم عدة مرات، إحنا لدينا تبادل تجاري من 16 مليار إلى 21 مليار مع تركيا، واليوم الأسواق العراقية تغص بالممتلكات والتجارة التركية، إذن هي اليوم تدخل في أرضنا بحدود 160-150 كيلو، لديها أكثر من 22 قاعدة ومدرج، لديها قاعدة في بعشيقة تتكون من 1750 عنصر من المخابرات والاستخبارات، وأيضا بنفس الوقت هدمت عدد من المدن، هدمت عدد من الأماكن، هجرت عدد من القرى المحادية لتركيا بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. المفروض العراق يستخدم هذه الورقة، لدينا معهم بالإضافة إلى معبر إبراهيم الخليل لدينا 24 منفذ حدودي معهم على مستوى إقليم كردستان. يفترض أن تستخدم هذه المنافذ وهذه التجارة في الحفاظ على أمن وسيادة العراق بشكل المطلوب. يعني اليوم أكو اتفاقية دولية اسمها اتفاقية الدول المتشاطئة، تركيا لم تلتزم بها أطلاقا، لم تعطي حصة العراق. العراق يفترض أن يكون يوميا 200 مليار لتر، الآن إحنا نأخذ على حدود 25 مليار لتر بالدقيقة أو بالساعة، ما أعرف التفاصيل بالضبط. هذا أيضا يفترض اليوم أن يجلس المفاوض العراقي ويتحدث مع الجانب التركي بكل سهولة. أيضا اليوم أكو تدخلات على مستوى السياسي، يعني شفنا احنا أكثر من مرة وزير الخارجية يزور كركوك صحيح بدون يعني بدون المرور بالحكومة المركزية. إذا يفترض أن يكون هناك، يعني ليس فقط وزارة الخارجية المسؤولة، بل ان هناك عده جهات سياسيه وعده وزارات مسؤوله مع تركيا، حكومه الاقليم والحكومه المركزيه ووزاره الموارد المائيه ووزاره الخارجيه ووزاره الداخليه ووزاره الدفاع. كل هذه الوزارات معنيه بايجاد صيغه للتفاهم مع تركيا من خلال تواجدها بالعراق واحتلال جزء من ارضها. طيب دكتور عباس، يعني اليوم نتحدث عن كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها النظام التركي داخل العراق، والأوراق التي يمسك بها العراق حقيقة لم يستخدمها، لم يضعها على الطاولة،
في حقيقة الأمر، ويعني الكثير حقيقة وصف بأن هذا الاجتماع هو يعني دعنا نقول إرغام بغداد على القبول بالشروط، شروط النظام التركي، بل المفاوض العراقي لم يكن على قدر المسؤولية، أعطى النظام التركي والاحتلال التركي ما يريد وتركه وذهب وعاد أدراجه المفاوض التركي. يعني للأسف الشديد هذه ليست المرة الأولى، ذهب لهم رئيس الوزراء السابق ليس السيد محمد الشيع السوداني، سيد مصطفى الكاظمي، ووعدوه بأن يعطونا حصة من الماء ولم يعطونا، وحتى عندما ذهب السيد السوداني أوعدونا بأن يعطونا لمدة شهر، يعني وكأنهم يتصدقون على العراق ولم يعترفوا بأن العراق هو جزء من الاتفاقية الاستراتيجية للدول المتعاقبة. أنا أعتقد اليوم هذا ضعف في المفاوض العراقي، يفترض أن يكون المفاوض العراقي واضعا كل هذه الأحداث، واضعا كل هذه الامتيازات التي تتمتع بها تركيا على طاولة المفاوضات، ويقول بصراحة أنتم اليوم تقطعون المياه، تحتلون أرضنا، تدمرون القرى، ترتكبون جرائم داخل العراق. نقطة أخرى دكتور عباس، لا توفوا بعودكم رغم أننا كنا لكم سوق من التجارة. نعم. نقطة أخرى، العراق اليوم والحكومة العراقية ومن ضمنهم المفاوض الذي كان يفاوض الوفد النظام التركي يطالبون بضرورة خروج القوات الأمريكية، قوات التحالف من العراق، القوات الأجنبية دعنا نقول، وفي المقابل يعطون الضوء الأخضر للنظام التركي كي يوسع قواعده، كي يتوغل في الأراضي العراقية. هذه الازدواجية كيف يتم قراءتها عراقيا؟ نعم، يعني شوف الاحتلال بكل أشكاله هو احتلال. نعم. يعني اليوم إذا أريد نتحدث عن التحالف الدولي هو جاب من الحكومة. الآن أكو مطالبات كبيرة لإخراج الاحتلال باعتبار أن التحالف خرج من منطقة كتحالف وتحول إلى احتلال من خلال يعني قصف عدد من المواقع واستشهاد عدد من هذا موضوع آخر دكتور عباس، لكن هو من حق العراق، من حق العراق المطالبة بإخراج أي قوات أجنبية من البلاد، لكن كيف في الوقت عينه يسمح لقوات أخرى؟ نعم، هنا اللي ريدت النقطة اللي ريدت أوصلها أن الاحتلال التركي لا يختلف عن أي احتلال بالعراق، خلاص هو احتلال. جميل. يتمسك بالأرض، يسيطر على الأرض، يرتكب جرائم، يرتكب فظاعات، فإذا هو احتلال، لا يختلف عن داعش ولا يختلف عن. إحنا إذا نريد نتحدث عن هذا الموضوع، يعني 30,000 داعش يمروا من خلال تركيا، وكانوا يسكنون في أحسن الفنادق ويركبون أرقى السيارات، ولا زال هناك شباب في تركيا يضعون علامة داعش ويصعدون في القطارات. دكتور عباس، فقط ربما جئت على ذكر تنظيم داعش الإرهابي واستحضرتني هذه الفكرة كي لا يعني وجب ذكرها حقيقة. ومن حارب تنظيم داعش الإرهابي ومن ساهم في دحره سواء كان في سنجار وعلى مقربه من إقليم كردستان هو من وافقت بغداد على يعني محاربته، حزب العمال الكردستاني بطبيعة الحال دكتور عباس، عندما كان الحكومة العراقية كانت تنهار حقيقة في الموصل وفي سنجار وفي غيره من المناطق. يعني قصدك منه اللي شارك في الحرب؟ أتحدث عن حزب العمال الكردستاني دكتور عباس. حزب العمال الكردستاني وجوده بالعراق غير صحيح. يفترض هذا الحزب يتواجد في تركيا. لأن موقعه مو في العراق. يعني هو اليوم يأتي في العراق أولا يتدخل في شؤوننا، بنفس الوقت اليوم هناك أنطى ذريعة لتركيا لدخولنا. إحنا اليوم أي دولة يجب أن تحافظ على الحدود الدولية فيما بيننا. يعني اليوم التواجد التركي هو ليس لمقاتلة داعش، بل إن تركيا ساهمت مساهمة جادة في مرور 30,000 داعش من خلال أراضيها. فهي اليوم تقول أنا أدافع عن الأمن القومي التركي، معتمدة على اتفاقية أوسلو التي كانت في عام 1923، علما أن هذه الاتفاقية ألغيت في عام 1950 عندما دخل العراق في حلف بغداد، وألغيت من قبل بريطانيا عندما كانت موجودة في العراق. لذلك أنا أعتقد اليوم هذه الادعاءات سواء كانت من حزب العمال الكردستاني أو من تركيا. دكتور عباس، وجود الحزب شرعي أم غير شرعي؟ وجوده يحق له التواجد؟ لا يحق له. دعني فقط أكمل الفكرة دكتور عباس. هذا شيء يعني تتفق عليها الحكومة العراقية
بطرق ومسالك مع حزب العمال الكردستاني، هذا شأن داخلي عراقي ليس بإملاءات خارجية من قبل تركيا. إن كانت تركيا يعني حريصة جدا على أمن العراق وسلامته، يعني إذا نذكر جرائم النظام التركي بحق العراق يبدو أن لا تكفينا لا حلقة ولا حلقتين ولا يمكن سنين. هو من السرد. هو اليوم 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 السيادة، بسط السيادة هو من حق الدولة العراقية وليس هناك من حق أحد أن يتصرف. التواجد التركي في العراق هو يعتبر احتلال، وهذا الاحتلال يرتكب جرائم وفضحات بحق الشعب العراقي سواء كان في 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 الإقليم أو في الحكومة على الأراضي الحكومة المركزية. نعم. طيب اليوم يعني هناك من يقول أو يطرح فكرة حقيقة دكتور عباس، وهي بأن يعني حزب العمال الكردستاني كمعارض للنظام التركي، كحزب معارض للنظام التركي، كحركة تحررية معارضة للنظام التركي وللنظام الدكتاتوري القمعي الذي يحكم تركيا اليوم، وأيضا يعني هناك الحكومة العراقية في يوم ما أيضا كانت تطالب بإسقاط النظام الدكتاتوري الذي كان يحكم العراق وهي اليوم وصلت إلى السلطة، كيف لها أن تتعامل مع مثل هذه الأحزاب المعارضة أو الحركات المعارضة دكتور عباس؟ وهي كانت موجودة يعني في إيران، كانت موجودة في لندن، من يحكمون العراق اليوم أتحدث دكتور. نعم يعني شوف، اليوم أكو حقوق لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا. جميل. العراق غير مسؤول عنها. يعني اليوم العراق أنت تدري مرة بظروف قاسية من 2003 ولحد الآن. يعني اليوم ما مسؤول، يفترض اليوم الحكومة التركية تعطي هذه المعارضة حقوقها وبالتالي تعطيها يعني تعطيها حقها الدستوري وتواجدها على الأراضي التركية، تواجدها في مناطقها، وبالتالي ينقطع هذا الموضوع. لا هي تجي تحتل أرضنا بحجة التواجد حزب العمال، ولا حزب العمال يبقى مشرد في الجبال العراقية لأن تركيا لم تعطيه حقوق. الذي يدفع الثمن اليوم العراق، لأن تركيا متغطرسة، تركيا لا تريد أن تعطي حقوق لا حزب العمال الكردستاني ولا تريد الحفاظ على. دكتور عباس، يعني أنتم يعني ربما السادة المشاهدين والمتابعين والقارئين لهذا الشأن يدركون حقيقة بأن مشكلة تركيا ليست حزب العمال الكردستاني، ومشكلة تركيا ليست حزب أو حركة تحررية أو معارضة، مشكلة تركيا هي مشكلة جوهرية توسعية. ف الدليل على ذلك بأن تركيا اليوم تذهب إلى ليبيا، تذهب إلى قبرص، تذهب إلى اليونان، تذهب إلى أرمينيا وأذربيجان، ولا يوجد حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق دكتور عباس. حلم التوسع، يعني حلم الدولة العثمانية، هاي التدخلات. صدق يعني إن لم يكن هناك تواجد لحزب العمال الكردستاني يعني لكانت تركيا دخلت الأراضي العراقية واحتلتها من الموصل وصولا إلى حلب العراق السورية دكتور عباس. أكيد اليوم هذا الحلم العثماني دائما ما يراود أردوغان. وكانوا يخططون لأخذ جزء من العراق بعد مرور سنة على اتفاقية أوسلو اللي تحدثت لك عنها. هذه الاتفاقية التي تم إلغاها في عام 1950 لا وجود لها. يعني اتفاقية أوسلو بعد الحرب العالمية الأولى سمحت بتواجد القوات التركية على الحدود لحفظ الأمن القومي. هذه الاتفاقية ألغيت. يعني ما لها أي وجود ولا لها أي مبرر. لذلك اليوم هذا التوسع على حساب الشعوب الأخرى حقيقة هو يدخل في مرحلة الإرهاب، إرهاب الشعوب. نعم. يعني اليوم إذا تركيا تحاول أن تسيطر على أجزاء معينة سواء كانت في العراق أو تترك نفوذ في ليبيا وبعض الدول وتسيطر هنا وهناك، طيب خلي تروح هناك لفلسطين وتدافع عن فلسطين مثل ما يدافع اليوم أهالي غزة إذا كانت هي فعلا تريد الحفاظ على الأمن القومي الإسلامي أو تعتبر نفسها دولة إسلامية. إذن هذه ازدواجية المعايير لدى تركيا ولدى النظام التركي، وهذا ما وصلت إليه الحال الآن، هي تدخلات. وطبعا النظام العالمي الجديد للأسف سمح لها بهذه التدخلات. يفترض أنه اليوم مثل ما يحاسبون الدول عندما تذهب لاحتلال جزء من الأراضي، عليهم أيضا أن يحاسبوا تركيا لأنها تحتل جزء من العراق. دكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. من السليمانية ينضم إلينا الأستاذ حكيم عبد الكريم، عضو المؤتمر الوطني الكردستاني. أستاذ حكيم، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم.
كيف تقيمون اللقاء الأمني الذي جرى في بغداد بين النظام التركي والحكومة العراقية ومخرجات هذا اللقاء؟ في أي سياقات تضعونها أستاذ حكيم؟ وهل ترون بأن بغداد قدمت ما عليها من قوة للحفاظ على السيادة العراقية أستاذ حكيم؟ أستاذ حكيم هل تسمعني؟ أستاذ حكيم تفضل، هل تسمعني؟ نحن نعتقد بأن اللقاءات الأخيرة بين الدولة التركية وكذلك الحكومة العراقية ليس بجديد، وإنما هي المحاولات والنوايا التي أراد بها الدولة التركية لمجد الحلمهم ألا وهو الدولة العثمانية مثل ما يشعرون به. ونعتقد بأن الدولة التركية في مأزق كبير داخلي، سواء كان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك خسارته في ادعاءاته نحو مقولة الوطن الأزرق، ويعني كل محاولاتها لبحر في بحر المتوسط جاء فاشلة وباطلة، وخاصة بعد رفض أو إبطال معاهدة التي أجراها مع الدولة التركية في طرابلس. هذه المحاولات الفاشلة يريد الدولة التركية على حساب العراق وكذلك الشعب الكردي أن يصعد المزايا الانتخابية وكذلك الكيرف السياسي في العراق. لكن نعتقد بأن الدولة التركية هي مسؤولة عن التجاوز على السيادة الدولة العراقية منذ زمن غير بعيد، يعني نرى بعيوننا في موصل وكذلك في جبال كردستان في أمدي وكل أبامر، هناك معسكرات وهناك قواعد العسكرية، والنوايا الدولة التركية لا يخفي على أي شيء بأن هناك أطماع في موصل وكذلك في حلب وكذلك في كركوك، وتدخل في الشؤون الداخلية للعراق مثلا لا. في الانتخابات الأخيرة في مجلس المحافظات ولقاءات المسؤولين من وزارة الخارجية وكذلك رئيس الدولة العراقية مع الأحزاب التركمانية، هذا كل تدخلات وخرق السياسة والسيادة العراقية. ونعتقد بأن يجب أن يعرف العراقيين بأن السيادة غير مجزأة، لا يمكن أن ننظر إلى السيادة على أن حزب العمال الكردستاني جاء ولا وجود العسكري في أقليم الكردستان. نحن نرى بأن هذه ليس إلا كذبة كبيرة من قبل حتى الدولة العراقية والدولة العراقية. نحن نعتقد بأن وجود الحزب العمال الكردستاني لا يمكن أن يؤدي إلى لا يؤثر أو لا يمكن أن يكون خطرا على جار التركيا، ولا على الدولة العراقية أن يحافظ على حدودها على حدودها الرسمية. الآن القوات العراقية حرس الحدود ما يسمى بالحرس الحدود مع القوات الديمقراطية الكردستانية على أطراف القوات التركية، يعني حافظنا القوات التركية من الهجمات القوات الجريلا. إذن هاي يعني ضحكة يعني القوات، لكن نعتقد بأن هذه المؤامرة يعني مدسة من تركيا لانخراط الدولة العراقية في أزمات، لأن الوضع العراقي مثل الوضع التركي ليس بجيد، وهناك مشاكل في العراق، وهناك التهديد الأمريكي، وهناك كلام عن انسحاب القوات الأمريكية ومطالبات البرلمان العراقي. وفي حال انسحاب القوات الأمريكية في المنطقة فإن التواجد التركي يكون خطرا على المنطقة ككل، يعني ليس على العراق، وإنما يهدد الأمن القومي الإيراني وكذلك الأمن القومي السوري وفي المنطقة. إذن على العراقيين أن يدركوا بأن مشاركة، على الرغم من أن البيان الصادر من بين المسؤولين وزارة الخارجية العراقية ليس فيها شيء جديد، وإنما هي إملاءات التركية لا وجود لأي، يعني اليوم كانت تمتلك بغداد الكثير من الأوراق، أوراق الضغط أستاذ حكيم، منها الورقة الاقتصادية، منها أيضا
ورقة المحكمة الخاصة بالنظام التركي بخصوص يعني جيهان والنفط عبر جيهان وما إلى ذلك. أستاذ حكيم، لماذا لم تستخدم بغداد أو لم يستخدم المفاوض العراقي مثل هذه الأوراق دكتور؟ نحن نعتقد بأن الدولة العراقية كدولة وهذه اللجنة التي جلس معها الدولة التركية ليس هناك ابتعاد الأيديولوجي مع الممثلين الدولة التركية. مثلاً وجود الوزير الخارجية العراقي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من حزب الديمقراطي الكردستاني، ونعرف جيدا بأن هناك علاقات متينة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك دولة تركيا. إذن هذا نقطة واحدة. والنقطة الثانية، وزير الدفاع المشارك في الدولة العراقية السني، ونحن نعتقد بأن كثير من الأحزاب المتنفذة السنية في العراق مرتبطة بشكل أم بآخر مع الدولة التركية ويساندون أجندات الإخوانية الموجودة في أفكار أردوغان وكذلك حزب العدالة والتنمية. إذن نحن نعتقد بأن الدولة العميقة الأصيلة في العراق يجب أن ينتقد هذه الإملاءات التي فرضت من قبل الدولة التركية. لماذا لا توجد نقطة في هذه ما نسميه الورقة التفاوضية بينهم؟ كان من الضروري أول نقطة أن يكون يجب انسحاب القوات التركية المحتلة في أقليم الكردستان. يعني بالضبط كانت هذه أولى لبغداد أستاذ حكيم، لكنها لم تفعل ذلك. إذن إلى أين سيسير المشهد؟ إلى أين ستقود أو سيقود هذا الموقف الضعيف العراق أستاذ حكيم؟ نحن نعتقد بأن الحزب وتواجد الحزب العمال الكردستاني على الرغم من الناحية القانونية الدستورية يجب أن يكون هناك توافق بين الحكومة العراق وحكومة والحزب العمال الكردستاني حتى يكون هناك تفاهمات. وأعتقد بأن من نصف ثمانينات هناك حزب العمال في أقليم كردستان وكذلك في جبال كردستان ولم يكونوا خطرا على سيادة العراق، ولم يكونوا أبدا تهديدا للدولة العراقية، وإنما كانت دائما وخاصة في الزمن داعش رأينا كيف كان حزب العمال الكردستاني دافع عن شنغال، وهناك مئات من الشهداء من حزب العمال الكردستاني في شنغال. وكذلك عندما هاجم الداعش إلى المخمور وكذلك أراد أن يذهب إلى أربيل، رأينا كيف كان سيد مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهب مجبرا وبشكل فوري إلى مقر والتقى مع قيادات غريلا في مخمور، ورأينا في أول مرة في التاريخ الجديد للمسعود برزاني كيف جلس بجانب الغريلا وشكر جهودهم القيمة وكذلك الجهود الذي قاموا بها لحماية المدنيين وكذلك حماية الأقليم الكردستاني قبل أن يتدخل إيران وكذلك الدول الأخرى التحالف لحماية الأقليم الكردستاني. إذا نتحدث عن أقليم كردستان نتحدث عن الأرض العراقي الفيدرالي الديمقراطي. إذا وبشكل الصح نستطيع أن نقول بأن تواجد الحزب العمال الكردستاني أصبح واقعا ومتمسكا وموجودا في أرض كردستانية في العراق. إذا لهم حق كحزب معارض أن يكون لهم مكان لحماية أنفسهم من البطش الدكتاتوري الأردوغاني، كما كنا الأحزاب المتنفذة الشيعية في العراق أين كانوا حزب الديمقراطي الكردستاني واتحاد الوطن الكردستاني وحزب الدعوة مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كانوا موجودين في الأراضي العراقية الإيرانية وكانوا محمين وكانوا حتى كانوا مهددين للدولة العراقية. إذن كل الدولة الدكتاتورية، إذا كان احنا ديمقراطيين كحزب العراق، إذا كان احنا نعيش في عراق ديمقراطي فيدرالي وضحينا وحاربنا واستغلنا دول الجوار حتى تركيا وكذلك سوريا وكذلك الإيران،
ليكون قويا وسندا وعاملا مساعدا لإطاحة الدكتاتورية. إذن لماذا لم نكن، لماذا حرام على حزب العمال الكردستاني أن يستفيد من هذه الفرصة السانحة الديمقراطية في العراق حتى يكون عاملا لمساعدة ليس للحرب ضد الدولة التركية؟ يعني احنا ما نريد ان يكون الجريلا، جريلا ليس بحاجة الى الحرب ضد الدولة التركية كعسكرية، لان هناك قوات الدفاع الشعبي وليس قوات المهاجر يعني جيش، انما هي قوات دفاع 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 عن نفس، الحرب العادلة، نحن نخوض الحرب العادلة. اذا يجب على العراقيين أن يدركوا ما، أن ينظروا إلى ماضيهم حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم في المستقبل، لأن يعني الحزب العمالي الكردستاني لها قوة ولا قدرة ولا لا يمكن أن لا يستطيع لا العراق ولا إيران ولا الدول الجوار أن يتمكنوا من إجباره للتخلي إن لم يكن هناك طرق سلمية وتفاهم مع الحزب العمالي الكردستاني. الأستاذ حكيم عبد الكريم عضو المؤتمر الوطني الكردستاني، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من استوديو بغداد الأستاذ رياض الوحيلي المحلل السياسي. أستاذ رياض مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني سأبدأ مع حضرتك من الفقرة التي توقف عندها أو الفكرة التي توقف عندها ضيفي من السليمانية الأستاذ حكيم، بأن يعني الأحزاب العراقية التي تحكم البلاد اليوم وتدير شؤون البلاد، سواء كان الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان أو حزب الدعوة أو الأحزاب المعارضة العراقية المعارضة للنظام السابق، كانت متواجدة في إيران، كانت متواجدة في لندن، في سوريا وفي بعض دول الخليج، وكانت موفرة لها الحماية لحين أن أسقط النظام العراقي السابق. أستاذ رياض، وها هو العراق الديمقراطي اليوم لماذا يتحالف مع أنظمة ديكتاتورية لقمع أحزاب أو حركات تحررية تناضل لنيل حقوقها؟ أستاذ رياض. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. يعني أعتقد الصورة تختلف، يعني هناك اختلاف جذري، يعني وجود الأحزاب الشيعية أو الأحزاب الكردية في إيران كان بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي من يعني جعلت هنالك مأوى لهذه الأحزاب، وبالتالي كانت بموافقة الجمهورية مثل ما ذكرنا، وكانت بإرادة السيادة الإيرانية، وبالتالي الآن الوضع اختلف. يعني ربما وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ربما ليس بموافقة العراق كدولة، وحتى كان في فترة النظام السابق كانت ايضا هنالك اتفاقات لمطارده حزب العمال الكردستاني بين تركيا وايضا حتى بين العراق داخل العمق التركي وداخل العمق الايراني العفو العراقي، بمعنى اخر وحتى بعد سقوط النظام لم يكن هنالك موافقه رسميه على تواجد حزب العمال الكردستاني من قبل الحكومات المتعاقبه يعني بعد تغيير النظام السابق. نعم. يعني لا شك يعني هنالك يعني ربما مشاكل العراق يريد ان ينهى بنفسه عن الاشكالات، تعرف يعني حزب العمال الكردستاني كانت هنالك مشاكل يعني ربما تتعلق بضرب بعض القواعد التركيه من قبل حزب العمال الكردستاني داخل العمق التركي ثم الرجوع الى بعض المواقع في داخل العراق، وبالتالي هذا احدث اشكالات، وربما تتحجج تركيا بين فتره واخرى بوجود هذه القواعد لحزب العمال الكردستاني التي ربما تشكل خطر، هم في وجهه نظر الدوله التركيه تشكل خطر حقيقي على الدوله التركيه، باعتبار بين فتره واخرى نلاحظ هنالك يعني ضرب لجنود اتراك في مناطق مثلا المحاذيه للعراق او مناطق مثل ديار بكر وغيرها من المناطق التي نسمع بين فتره واخرى هنالك ضربات من قبل حزب العمال الكردستاني، وتتحجج دائما تركيا بوجود هذه المقرات داخل الاراضي العراقيه، وان العراق لم يحرك ساكنا. لكن اليوم يعني هذه استاذ رياض، لكن هذه المشاكل ليست بالضبط يعني، لكن اليوم ما الذي يعني انجزته بغداد من خلال موافقتها فقط على او استنكار تواجد حزب العمال الكردستاني على الاراضي، سواء يعني داخل حدود العراق في اقليم كردستان طبعا استاذ رياض، ولم تحقق شيء؟ يعني اليوم لا مياه العراق لا زال النظام التركي يحبسها، دجله والفرات،
أيضا هناك قواعد للاحتلال التركي متواجدة على أراضي إقليم كردستان وعلى الأراضي العراقية. في نهاية المطاف أستاذ رياض، لم تضغط بغداد لإخراج هذه القواعد، القواعد الاحتلال طبعا، من الأراضي العراقية؟ بالتأكيد أنت ما طرحته فعلا حقيقي ومنطقي. نعم، تركيا لها مطامع في العراق، يعني هي تتحجج بوجود حزب العمال الكردستاني، ولكن نقول صراحة هي لها مطامع في العراق، باعتبار يعني هم يعني يذكرون دائما في حتى في برلمانهم وموضوع اقليم الموصل وكركوك، وبالتالي هم لديهم مطامع حقيقيه بالعراق. وهذا النفوذ التركي في العراق هو ليس فقط لما يسمى بمطارده حزب العمال الكردستان، وانما ايضا هو يريدون هنالك هيمنه تركيه على هذه المناطق، وهنالك مطامع حقيقيه تركيه في شمال العراق وفي الموصل. بالتالي يعني هذه نعرفها جيدا، وبالتالي تركيا دائما تتحجج بما يسمى بمسمار جحا، يعني دائما ترمي الكره في ملعب العراق وتقول هنالك تهديدات حقيقيه تاتينا من حزب العمال، ولكن القصد الحقيقي لتواجد هذه القوات التركيه في شمال العراق خاصه في كردستان هو من اجل الهيمنه والبقاء في داخل العراق. لا شك تركيا كانت في الفتره الماضيه كانت مواقفها سلبيه تجاه العراق، وربما كانت هنالك اصابع تشير حتى بتنظيم داعش كانوا يتم معالجته في داخل المستشفيات التركيه، وكان هنالك مسانده في فتره سابقه لداعش حتى من قبل الحكومه التركيه. اذا هنالك مشاكل، ونعم هنالك دائما تضغط تركيا تريد دائما، وسمعنا يعني نظريتهم يعني النفط مقابل الماء، وبالتالي دائما يتم الضغط على الجانب العراقي بموضوع المياه، يعني هنالك تاثيرات سلبيه يعني برزت في العراق بسبب يعني غبن حق العراق المائي، وبالتالي لاحظنا يعني هنالك اراضي تم يعني تعرضت للجفاف والتصحر، وايضا هنالك يعني قله في مياه الاغوار، وبالتالي هنالك تاثيرات سلبيه للعراق نتيجه الغبن اللي تحقق الذي اوجدته تركيا في منع حصه المياه للعراق سواء دجله او الفرات. كذلك ايضا الامور الاخرى بتدخلها في الشان العراقي، تدخلها بالنسبه او تحالفها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وعمليه تصدير النفط خارج الاطر الدستوريه، وبالتالي كان هنالك ايضا قرار اذا تعرفون حضراتكم من قبل المحكمه الفرنسيه صحيح الدوليه بانه انه يعني حق العراق في منع هل حققت بغداد أستاذ رياض؟ يعني أعذرني على ضيق الوقت، لكن أنا أحاول أن أكسب أكثر قدر ممكن من الإيضاحات من حضرتك. هل حققت بغداد على صعيد هذه الملفات التي ذكرتها، هل حققت أي خطوة إيجابية أستاذ رياض؟ يعني أعتقد هنالك متغيرات جديدة، يعني نستطيع أن نقول يعني كانت هنالك يعني تريد تركيا إضعاف القوة السياسية العراقية بصورة عامة من خلال تحالفها مع بعض الأطراف سواء السنية أو الكردية، وبالتالي محاولة يعني إضعاف الموقف العراقي ككل، ولكن نستطيع أن نقول هناك متغيرات الآن. قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب إقليم كردستان هذه، وأيضا قرار المحكمة الفرنسية التي قدم من خلال العراق موضوع النفط وتصدير النفط في ميناء جيان، هذه تعتبر ورقة ضغط قبل الجانب العراقي. أيضا هناك قرارات أخرى شجاعة للمحكمة الاتحادية، وجود الحشد الشعبي كقوة مهمة جدا لا يستهان بها، تغيرات في مضيق باب المندب، وبالتالي هذا جعل تركيا ربما تراجع كثير من الحسابات. الآن لدى العراق أوراق ضغط كثيرة على الجانب التركي بموضوع طريقة التنمية التي قد يكون يعني ربما من البدائل الأخرى لمضيق باب المندب والمشاكل التي تواجه، وبالتالي تريد تركيا أن تنشط اقتصادها من خلال ما يسمى بطريقة التنمية، تريد أن يكون هنالك تبادل اقتصادي تجاري. هنالك الآن تم اتفاق على لجان متعددة، سمعنا قبل فترة كانت وزير الدفاع التركي يشير أنه سوف يقوم بعملية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي هذا الأمر مرفوض. هنالك مثل ما ذكرنا أوراق ضغط من قبل الجانب العراقي من أجل إعادة الوضع الدبلوماسي الصحيح بين العراق وتركيا. هنالك ملفات كثيرة يريد العراق حلها مع الجانب التركي من خلال الزيارة التي المرتقبة للرئيس أردوغان التركي للعراق، وبالتالي حل كثير من الإشكالات. إذن هنالك أوراق ضغط قبل الجانب العراقي تتعلق بطريقة التنمية، تتعلق بالتبادل التجاري، تتعلق بموضوع أنه يمكن السيطرة على المناطق الحدودية من خلال لجان مشتركة ربما. أيضا هذه المواضيع كلها
الآن يمكن أن تكون فيها نوع من التكافؤ مع الجانب التركي، ولكن لا يمكن أن الوثوق بالجانب التركي. دائما تركيا بين فترة وأخرى تنقض عهودها مع العراق، ولكن مثل ما ذكرنا هذه المتغيرات الدولية في المنطقة ربما سوف تكون في صالح العراق وفي صالح التغير بين العلاقة بين العراق وتركيا. الأستاذ رياض الحيلي المحلل السياسي، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من استوديو بغداد، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.